31 مايو من كل عام هو الاحتفال بعيد الإذاعة المصرية وذكرى انطلاق صوت الإذاعة المصرية الرسمية لأول مرة عام 1934. صوت العرب يحتفل كما هي العادة في كل عام، وحدد مجموعة من البرامج ومجموعة من الفقرات التي تذاع على مدار اليوم، يوم 31 مايو، وأيضا اليوم التالي يوم 1 يونيو. يوم 31 مايو عندنا مجموعة من الفقرات، مجموعة من الأغنيات الخاصة بالإذاعة والفن الإذاعي، عندنا برامج تلتقي مع كبار نجوم الإذاعة المصرية في مختلف شبكاتها في أجيال متعددة، نلتقي بهم ونتعرف منهم على مسيرتهم الإبداعية مع الفن الإذاعي. أيضا لدينا فترة أنا في انتظارك، أنا في انتظارك فترة مع الجمهور تتناول النجوم الإذاعيين الذين لهم شهرة ولهم نجومية عند جمهور المستمعين، وكل متصل بنا يتحدث عن شخصية من الشخصيات الإذاعية، ويتم عرض البرامج التي قدمها هؤلاء النجوم. لدينا أيضا فترة إذاعية عن الإذاعة في زمن الكورونا. طبعا الإذاعة المصرية في هذا العام يعني تعاملت مع وباء الكورونا بشكل ربما أكثر احترافية، وتعاملت مع الموقف بمنتهى المرونة، وطورت من أساليبها ومن برامجها حتى تتواكب مع فترات الحظر وأيضا فترات تقليل عمل العاملين في الإذاعة. نتعرف على كل هذه الجوانب في هذه الفترة الإذاعية، فترة الإذاعة في زمن الكورونا. أيضا لدينا فترات عن الإبداعات الإذاعية، خاصة الصور الغنائية، وهي فن ابتدعته الإذاعة المصرية وقدمت عشرات ومئات وآلاف الصور الغنائية التي تحظى بشهرة لدى المستمعين، ونستمع إلى نماذج من هذه الصور الغنائية. أيضا الدراما الإذاعية لها مكان كبير، ونجحت الإذاعة المصرية في بلورة فن الدراما منذ انطلاقها 1934 وحتى الآن. نتعرف على ذلك من خلال فترة من فترات الاحتفال بعيد الإذاعة. لدينا يوم 2/1 يونيو، فترة مدتها ساعة كاملة من 6 وحتى 7 مساء، عن تاريخ الإذاعة. هو برنامج وثائقي يحكي قصة الإذاعة منذ بدايتها حتى قبل انطلاق الإذاعة اللاسلكية الرسمية للحكومة المصرية عندما كانت الإذاعات الأهلية، ثم ظهور الإذاعة الرسمية والتطور الذي حدث فيها وقيام الثورة وانطلاق الخدمات الإذاعية المتعددة وصولا إلى عالم اليوم الذي تتضافر فيه الإذاعة اللاسلكية مع وسائل التواصل الاجتماعي. كل عام وكل من ينتمي إلى الإذاعة بكل خير، وكل عام والمستمعين الأعزاء بكل الخير، ونحن إن كنا نجتهد ونسعى لتقديم المواد الإذاعية والفنون الإذاعية المتعددة، فكل ذلك خدمة للمستمع العزيز. كل عام وأنتم بخير.